سنة صلاة الظهر الجوهرة المنسية. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم. هدية رائعة ما حدش واخد باله منها، صلاة الظهر. صلاة الظهر 4 ركعات، كلنا بنصلي الظهر وعادي. كم واحد بيفكر إنه هو يصلي سنة صلاة الظهر؟ إيه سنة صلاة الظهر؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيصليهم 6 ركعات، 2 وبعدين 2 وبعدين يصلي الظهر وبعدين 2 بعديهم. إيش معنى يعني؟ طب ما كل السنن يا رسول الله 2، ما الفجر ركعتين، طب ما المغرب ركعتين، طب ما العشاء ركعتين، إيش معنى والعصر ما فيش خالص؟ إيش معنى يعني صلاة الظهر 6 ركعات؟ كنز، هدية ومنسية، لأن ما حدش بيعملها. كم واحد بيصلي سنة صلاة الظهر 6 ركعات؟ أنا شخصيا ما كنتش بصليهم الحقيقة، بقول لكم الحقيقة، لكن لما حسيت بيهم، لما حفظت عليهم، يا سلام على سنتك يا رسول الله. إيه الموضوع؟ الموضوع أن أنت بتصلي الفجر وأنت تعبان وبتنام، على ما بتبدأ تذكر ربنا تاني أو تركز بيبقى على المغرب أو العشاء، اليوم كله فاضي. يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يخلي في تقيلة في النص. عارفين يعني إيه تقيلة؟ حاجة توزن، حاجة تخلي روحك موصولة بربنا. ستات كتير بتقول لي أنا طول النهار ببقى تايهة، رجالة كتير بيقول لي أنا مع الشغل ما ببقاش شايف قدامي. يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك مش هتاخد 2-3 ركعتين بسرعة، في ركعتين بسرعة، صليت الظهر ركعتين بعديهم. يعملوا ايه؟ يوزنوا يومك. يعملوا ايه؟ يخلي يومك جميل. والله يا جماعة هدية جوهرة، لو حفظت عليها يحصل ايه؟ الله، ده انا موصول قوي بربنا. على ما يجي المغرب، لا يا جماعة، ده انا علاقتي بربنا النهاردة حلوة، انا مصلي 6 ركعات. والله بيخلصوا كده، والله ما بياخدوا منك حاجة. وانا ما بقولكش طول فيهم، دول مش قيام ليل، ركعتين في ركعتين، صليت الظهر صلي ركعتين بعديهم. يبقى أول حاجة هيعملوها معاك إيه؟ يوزنوا يومك ويخلوك موصول بربنا طول اليوم. لكن هيعملوا معاك حاجة تانية، إيه هي؟ بعد الركعتين الأخرانيين، جرب بس الوصفة بتاعتي، مش أنت صليت الظهر فضل ركعتين بعديهم؟ ادعي في الركعتين دول، والله العظيم دعاء مؤثر بطريقة كأن ربنا بيكافئك. أنت صليت في وسط النهار 6 ركعات، ادعي دعائك مستجاب إن شاء الله. والله يا جماعة أنا بقيت أخلي دايما لو عندي ركعتين استخارة، لو عندي ركعتين طلب من ربنا، الموضوع كبير زي قيام الليل، بقوا الركعتين اللي بعد الظهر، يبقى دي تاني جايزة أو تاني كنز أو تاني جوهرة. الحاجة الأولانية بتزبط لك يومك، توازنك مع الله سبحانه وتعالى ما بين الماديات والروحانيات. الحاجة التانية اللي بتديها لك سنة صلاة الظهر، ان هي بتخلي اخر ركعتين احساسك عالي قوي، لانك عملت حاجة حلوة، عايز ادعي وربنا يفتح لك ابواب الاجابة. الحاجة التالتة اللي بتعملها لك سنة الظهر، ان النبي بيقول اللي يصلي في اليوم 12 ركعة بني له قصر في الجنة. لما بتلاقي نفسك خلصت 6 وانت لسه في اول اليوم، ايه ده سهل اخلص الباقي، ايه ده خلاص، ده انا اقدر اجيب قصر في الجنة. تخيل كل يوم ليك قصر في الجنة، تخيل كل يوم يبقى لك قصر في الجنة، وتتنقل بقى بين قصورك في الجنة زي ما انت عايز. 3 كنوز، 3 جواهر جوه سنة الظهر، حافظوا عليها هتلاقوا راحة وجمال وقرب من ربنا سبحانه وتعالى. هدية بديها لكم النهاردة، اللهم املأ قلوبنا بنور الإيمان وحلاوة القرب منك، اللهم أحينا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.